بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ودرسي صدحات كتابك سفينة النجا للشيخ سالم ابن عبد الله الحضرمي، وحين كوكودة شرني أحكام الطهارة، وحين درسي نعاوة كبلاب ميا قولك أوليها مصنفك رحمه الله تعالى: فصل. أسباب التيمم ثلاثة. التيمم أفعربيك تيمم الشيء أي قصده ويا الشيء مركض قصده أيا تيممته أما يممته ليرهضا. فتيمموا صعيدا طيبا بان القصو قاتي مقع وقصد صعيد أما عيد وناكسا أو طاهرة عبادة المركة ديتنا مقع تيمم بالو بحي تيمم مركة وحوي وإن أوقفك وجهيس يقعمه سما الصحة أو عيد أما باركم الصحة مركة أسو رجلي ويدي إنو بي استعماله أي تيمم ليلة هذا بوحول أسباب التيمم. تيمم وصمالي دينو أي قبيسو يقانان حقينن ميلها قاركود نبوريس ما لو يقالنا بوريس ده بور كي بالغا كيرو بور بو قفكو اسمرنا لكن غبغبيسغاسي ميل لغا سو اشتقاقان و غران و واخ لغبغبيين ميشن ما جيرد عباد با لسمي ماركا بل غبغبيسغاسي واخ لغا يابا اف سومالي هورو انو كسو جيدو ده ملها معنى كلا لها. على كل حال عبادته يا تيمم كلا يرهداي تيمم كا اسباب تيسو ثلاثة صدح ويب كو فقد الماء بيقول لوايو لبا والمرض حنون صدح والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم والاحتياج إليه أي إلى الماء بيه إن لوباهضو لعطش هراد درادي لعطش حيوان حيوان هراد يدرادي حيوان كاسو محترم دورسون احترام يحرمله. ان تيممك غور موقف تيممي صد حالادود ميد ايو تيممي علمد قاركودنا يعني وحوي وحي راهدان هل ميد باي او نقنيسا او وحوي وعند العجز عن استعمال الماء ومرك قفك او كري واي أسورة قلنا قويدو إنو بي استعماله ديتنا أسبابتي عجزي قاسي إيو كري واي قاسي أسبابتي أولها ويان صدح ذنى صدح ذنى وأسبابتي كري واي أو قضبك كبادين إنو بيام هاي سنبا أو بي وايو حدو مركا بي وايو ديوو قبق بي سنة يا مركا بي وايو يعني وحوي ما حسين كروي سجينا ما هيستو تذكي ولا تشوقي أما لدة جانا ما هيستان إن مر وكسو ضرائي مر وكسو يبسدان مشيران مر وبيود رات صدق قل له مر كأنا يجري أيه وحلا عرنا يا وفاقد نكاسي بيو واي كاسي مر كوجب جبي سنية تيامون كاسو كعبادي سنية kalabaad ee tayammumaya waa qofkii xanuunsanay ee biyihi wa kabaqay haddu isticmaalo inuu ku xanuunsado ama ku dhinto ama xubini wax noqoto ama nabarkii inuu bogsado ay dib dhacdo ama uu ka baqrayo inuu xanuun biyaha laftadu ay xanuun ku keena haddu sidaa yahay isagana uu tayammumaya bi sababil marad baan ku tayammumaya مرض كسببتيس
كصدحات بيه وهايستا ما نحن صنيع لكن بيهني عبيتان بوجو ترجع له مل جريجو أنا وشجع أم بيلا أنا وشجع أم بيلا هين ده تنوح وكبق يادو ويسو استعماله إنه هراد بو بختيه أما استجاب ما تذكر الله الصعدة أما حول الله الصعدة أيو أبقى يا إنا يا هرادان ووحي عبان أيوايا مركا حدو هرادان يا إما حدو هرادان يا ويسو قليسا ويحا كله سو قليا حدو عبسي أي جرتو حدو بيهان استعماله إن بري أما وحا كدن بيسال هرادان يبين اللي هيري وايا حدو كبقى ولو ما آلم وكوا فقه هدو إلا حتى وح إيمان ضارة أو دب هدو بيهن أركين وباهن يه وقت قصاص عليه دو دي وح ويجي حق بولي مركين وسكي بيجي بيسو إسكت تيمم وح مركان الله تيمم ما وام حي طهارته وح ينصر شجنين إلى بوك رقيب ستم حيك لهيد طهارة الحدث إيوه طهارة الخبث طهارة الخبث والنجاسة اللي سكبيري طهارة الحدثنا وويسة شبكي يوم ميري واتشبي سوما حدث كوالا بدي سيقاي وقفكي ميري وباهنا حدث أكبر واهي بيولان كي ويسة وباهنا مارت ويسة شبينا محيون لان هاي حدث أصغر أبو كتيرا هضبط عبادة تيممكو محي بدل كتهاي طهارة الحدث كي لبدا ذي قيبوت طهارة الحدث لبدا ذي قيبوت لبدا قول محي هاين الحدث الأصغر والحدث الأكبر لكن طهارة الخبث مي بدل كتها تيمكم مي بدل كيها مي نجاسة اللهم تيمم هذي قف كي نجاسة مرسنتها بيو كل ميرانا آنو هاي سنين وان او تيمم ايا مسعون ايسو نجاسة اللهم تيمم لكن محا تيمكم محا بدل كنا قضاء طهارة الحدث هذي صدح لها أسبابات متكمد الله يارو حيوانك هو بقيا وإنه محترم يهي حيوان دورسون أو إلى شن وإنه يهي أولا لحاين هدو دونها بغتيا محا كاقل أما هديو يهي مدعا دورسونين ونفتي سآن لدورين هدو دونها بغتيا للي يهي تكاها الرات كيسو كو بنين ما يتيمم كي بيها كو قبي قبي سالو كو يسي سالو غورن أما كو ما يرو هذا حيوان كان محترم كهي بعد السويدين يسأطلو حيوان كأن دورسونا هنا يسوى إسكا بغتيا للي يهي محوها محو لغير المحترم ستة حيوان كأن لإحترامين أن حرمض لهين أن لدورين لحوي بركة حيوان والنول نوله محاكم ده تتكي حيوان لا يراه حيوان والنول بركة تتكون محو كمديا نوله بكمديا هذا هو غير المحترم نوله عن احترامك حرمة لهايني ستة اللحوي كو تارك الصلاة كي صلاة دكتغي تارك الصلاة كاها انتو كنيني حرمة مالا وينا يهورانا مسألة دا ركينو سفينه سفين الصلاة كي مرينينا وينا يار إشار كل هدو تارك الصلاة دي هاي حرمة مالا هدو اسكب اختيه ايو هاي سكب اختي بيها هاجة طهارة هذا استعمال إسها طهارة هذا كم مهم سن نك صلاة إلهي اللي جواي شهادتين كعبادة يكسو حكتي حق إلهي هاي يكسو حكي شهادتين كاللي جواي بختي جيسة صلاة هذا كم مهم سن هذو مركع النفط قبضته طابت كانوا أنتو كنا يا يراه أو طابت كانوا مرك هواد واد أقران بيه واتسين لكن هذا طارق نمديس يكون سجن يهاي وآن طوبت كيرين ما دورسونا ويسدنا مرك أوجتك ميس لبا والزاني المحصن كلبات وقف زنايستي أو زنا كرعي الصق أو محصن أه محصن يعني وين جوري هرا الصومري أما جبر جوري هرا الصومرتي أو رير يارتي أو قور صامرتي
شروط با مركا إحسان كليه إن شاء الله تعالى أتكو أركي دونتان كتب تكالة باب اللعان إيو باب القذف إيو انت بوالا قاقو الرماء إحسانكو والنوعية بذية مركا إن كان محسن كا زينة دانا يدانا إحسانكا لأكو يمان دونوا كالكن لقا هذا يا باب الزينة إحسانكا كوي ما دوي hadda ba hadduu muhsan yahay oo uu yahay nin guri hore iyo guur soo maray ama gabad guur soo martay shuruudi ihsaanka laga helay haddana zina ku dhacday waajibkiisu qofka waa in dhagax lagu dilo marka qof xaq u lahaa in dhagax lagu dilo haraad buu u dhimana biyahan siinaya ha cabbi oo weysadan uga tagayde ma soconayso kan yaa ku yiri ba han noolaadaba meesha imanaysa كل كوربا يندقح لقود دلو حقي سواها إذن الزاني المحصن إساقنا محترم معها لكادو بيه أباهن يهي وهراد وأباهن يهي لوغة تنازول ما يبيه لسين ماي والمرتد كي قالوا بي ردو بي إساقوا مصدنا هاد دين تكبحي كان ردو بينا إنو سين نورادو إساقوا مرتد حق ملأ haddu toobad keenu islaamnimada ku soo noqdo yumbu xaq u leeyahay inuu noolaado laakiin murtadnimada ku sii noolaado xaq u ma laha marka isagana biyihi la siin maayo looga tanaasuli maayo wal kaafirul harbiyu gaalkii dagaalku inaga dhixiyay gaalkii gaaladu waa laba qaybo qayb gaal dagaal inaga dhixiyay iyo qayb aynu heshiis la nahay oo aynu heshiis kala saxeexanay magan gali nabad galiyo marka kaynu nabadgelyada ku aynu wada leenahay kaasi de wax weey u dhowrso yahay xurmuuleeya laakiin ka dagaalku inaga dhaxeeyo ta isaguna haddu fursad buu inagu raadinayaa uu inagu dilo inala fursad baynu la raadsanaynaa inuu ku dilo sawma marka hadii ba haraad yimid oo haraad ku dilayo de ma noolaynaynaa way inuu deeyinaa hadii biyahana iska siinmay والكلب العقور اي عقور كاها يددل كاها مددعون كاها كاسنا ان دا اساغونا حرمان مالا اي لمنافع سنة يي وحتر كالها ددك او قرابا وايا ايا دورسون لكن اي جان ددعون كاها اي بحال كان نغضي وحوي دلاغا اي جاسي اساغونا ما دورسون او حرمان ملي مركا إساقنا هراد كيسا وحبا مركا لوچو چين مايو محا ماش كسو بحايا اي جي عادي اهي ادودة تيد منافع سنه سي اما حولها كو إلالنا اما بيرتا كو إلالنا اما قريقا كو إلالنا لوال لأقول ياهي اناد كردقا تقاد يا إلالي ياهات كردقا اما حولها كو إلالي اما بيرتا كو إلالي اما قريقا كو إلالي وال لأقول ياهي وامنفعو بنام marka maadaama uu wax tar kale yahay kaas isagu u dhowrsooyo waa muxtaram hadii uu marka haraad haraad aad uga baqanaysaa inaad biyo u weeydo deeyisadii waa joojinaysaa waad gabagabaysanaysaa wal khinzir iyo sidoo kale doofaarki ayaan isaguna dhowrsoonay doofaarka la kala qaadi maayo waayo isagu sinaba looma manaaficsado marka isaga marka horeba inaad wadatood ka haysato ayaa day waxa weeye qalad ahay marka ay mikana hadduu haraad u dhimanayo ha iska baqtiyalani faslun shuruutu tayammum 10 tayammum kiya daba shuruud buuleeyay kibigibaysi shuruud buuleeyay shuruudina waa 10 kaw an yakuna bi turabin waxa lagu gabagabaysanaya waa inuu ciid yahay waa inuu yahay ciid boodle ciid boodle waa inuu yahay marka way waxani turaab la oranayo ciid la oranayo hatta tii bur ciid ahayd waxa la yiri bur ciidi ama tii aynu naqaanay bataax dadka qaraba yiraahda farabina ramliga ama niista haday board leedahay board haday leedahay iyaduna aanay ku soo raacin marka saatira boardki uu ku soo raacayo waad ku gabagabaysan kartaa iyo waa caadi laakiin hadayna board lahayn ma kuma gabagabaysanaysin gidaarki haduu board leeyahay
oo aan talbiis iyo waxaan lagu sameeyna ciid iyo meesha lagu jiro dadka tiraba u boor ka kacayo oo boor u gacmahaagi soo raacayo ayuun baad ku gabagabeysan kareysa laakiin hadaan boor lahayn oo boor aanu ka maraynin ma noqonayo wax lagu gabagabeysanayo marka waa inuu waxani turaab yahay ciida boor kale waa inuu yahay laba wa an yakuna turaabu taahiran ciidaasi waa inay taahir tahay oo inay nijaas ahayn meel lagu kaadshay oo deetana iska engegtay oo boor yeelatay oo dogeyd in lagu kaadshay oo aan la mayrinna baan ku gabagabaysanayaa iyaduna aan saxi mayso waa inay taahir ciidani tahay saddex wa allaa yakuuna mustacmalan ciidani waa inaanay ahayn mid hore loo isticmaalay oo hore loogu gabagabaystay dadka qaar baa halkaasi qaldan u fahmo oo waxay moodaan meeshii uu qof gacmaha ku dhuftay qof kale inuu gacmaha ku dhufto isaguna ku maaragtay ay gabagabaystaa inay mamnuuc tahay taa maaha tala sheegay ciidda mustacmalkii waatay waa taad ku masaxatay taad ka soo qaadatay maaha halkaad ka soo qaadatay mustacmal may noqon maxaa mustacmal noqday tan aad ku masaxatay ama wejigii ku hadhay ama ka daadatay intaa ama wejiga ku harsan ama daadatay intaasaa mustacmala laakiin waxaan halkan ka soo meeshan aad gacmaha ku dhufanaysay ma aha mustacmal maaha maxaad markaa ogaatay weel yaroo ciidi ku jirto boqol qofta wuu isaga gebagabaysan karayaa mid waliba wuu ku dhufsanayaa wuu isku masaxayaa khalaas waxaa laga ilaalinayaa uun marka aad ismasaxayso yaan haddana dib ugu dul daadani taasuun baad ka ilaalinaysa wa allaa yakuuna mustacmalan waa inaanay markaa ciidan aad ku gebagabaysanaysaa ahayn mid la isticmaalay أفر بين مرين وألا يخالطه دقيق ونحوه وإن آني كل حشرين عيدة دقيق وحان عيدة كمد أهين ومركز كله فتاك عمي يصور راعي إلا إن دقيق دي عيد يوغ دقيق أي كل حداد سنتا يسكو مارك تحوي يسكو حشران كل كاد قعانتا كله فتاك محا قعانتي سوق هذا نيسا قعانتي وحي سوق هذا دقيق دي يو iy ciid ba way soo qaadan tan markaad isma saxdo de meel la daqiiq baad ku masaxday meel la ciid baad ku masaxday marka meesha tayammum kuuma asixin waa inay waxaan tahay ciid khaalis ah oo aan wax kale ku dhex jirin sidii biyaha aad ku weysaysanaysayba ay u ahaayeen biyo khaalis ah biyo saabuun leh iyo biyo sonkor leh iyo biyo marka wax weeyaan caano leh aanad ugu gabagabaysanayn aanad ugu weysaysanaynin ayaanad ciid wax kale lagu darayna aanad ugu gabagabaysanayn wallaa yukhaalitahu wa inaanu ku biirin daqiiqun wa naxwuhu aanu ku darsamin daqiiq iyo wax la mid ah wa an yaqsidahu sidoo kale inuu qofku isagu u qasto inuu isagu u qastee aanay ciiddu iyadu soo raadsanin baal taasay meesha ka saaraysaa baal haddii ciiddu ku soo raadsatay adigu aanad raadsan ma noqonayso iyaduna tayammumkii kugu aasaasay ciiddu ku soo raadsatay dee dabayl baa dhabanayso iyo markaas wejigiiba ciid kaaga buuxisay kolkii kaaga buuxisay baad tiri kolka horeba tayammum baan u baahnaa ilaahay baaba keenay deetana gacantii uunbaad ku yar balbalaarisay oo istiin markaa wada gaadhsii waxaynu leenahay ciidani ciidad adigu u qasay ilaa tayammum macnaheedu muxuu ahaa inuu nidi qasad wayna adigu u qasadood xaggeeda u kacdo laakiin haddii iyadu ku soo raadsatay umaad qastin baa leeyahay marka waa an yaqsidahu wa inuu qofku isagu uu u qastay wa an yamsaxa wa inuu qofku masaxo wajhahu wajigiisa wayadayhi iyo labadiisa gacmood bidarbatayni laba darbadood waa inuu ku masaxo laba darbadood waxaa loogala jeedaa waa inuu wejigana ciid u qaado ama boor u qaado gacmahana uu boor kale u qaado oo haddii uu markaa tii uu wejiga ku masaxay uun isla gacmahana ku masixi maayo markuu wejigii ku masaxo waxaa la doonayaa haddana mar labaad inuu gacmihii u soo qaado marka laba darbadood way ka cabiraan culammadu laakiin aad laba jeer meesha ku dhufataa qasab maaha haddaad maro weyn soo qaado ood dhulka ku dhufato ood qayb ka mida wejiga ku masaxato
qaybtii karana aad gacmaha ku masaxato waa caadi imisa jeer la qurufatay mar qura laakiin day wax weey qaybtii aad wajiga ku masaxday qayb aan ahayn baad gacmihiina ku masaxday laba darbadood baa laga soo qaaday mar haday kala laba qaybood yihiin laba darbadood yaa laga soo qaaday wa an yamsaha wajhahu wa in wajigiisa ku masaxo iyo wayadahi labadiisa gacmood bi darbatayn laba darbadoodo midna wajigu leeyahay midna gacantu ama labada gacmood ay leeyihiin wa an yuzila najasata awwalan inu najasada iska zuuliyo tayammum ka horti markii nu weysaysanayno adigoon wali istinjoon waad iska weysaysan kartaa bay culimadu leeyihiin qofki intuu kaadsho isagoon weli istijoon uu iska weysaysto uu hadhowna biyo uu ku shubo meeshii oo dadan biyihii meesha ku daahireen taabani dadadu taatu sidaa dadan dib uga jabaysay ama uu day markaa intuu wax gashado uu dadana markaa ku maayoro waa caadi baa la yiri weysada waa caadi marka weysada inay istijadu ka horeysa khasab maaha waxaad ka ilaalinaysaa unda weysadii wax jabiya inaadana ka dambeeyaan laakiin tayammumkiiyo gebagabaysiga waxa qasaba inaad horta najaasada meesha ka saarto najaasadii oo aanad zuulinin gebagabaysan maysid maxaa yeelay gebagabaysigeeni day tahaaro dhammaystiran ma aha oo xadafkii meesha kama saaraye salaadii unbuu kuu bannaynaya marka mar haddii weli najaasadii ay jirto de salaadii kuuma bannaanaanayso markaasi salaaddu kuugu bannaanaato oo tayammumku waxtar u yeesho horta waa inaad najaasada meesha ka saarta وأن يزيل النجاسة نجاسة وإن زوري أولا مركة هوري انت هم تيممك لا إيمان وأن يجتهد في القبلة قبله يئن كد دار قبلة كهر تيممك مركة قار كد تيممك مركة بيالا آنو ويسيسن يسو هل كيت جوكتا de safar iyo waxa walaad ku jirtaa oo meel baadiyaad inta badan maraysa iyo meel aan dad joogin ku hagaa marka maxaad u baahanaysa inaad qibladii dhinac ay ka xigto horta garato marka markaad gabagabaysato kadib aad qibladii raadinaysa mise horta qibladaad raadinno markaad qibladii hesho ee dhankay ka xigtay garato ama aad malayso oo ijtihaadkii aad xasiliso kadib aad gabagabaysanaysa sheekhu wuxuu ku yiri وأن يجتهد وحشرضها إنه كي اجتهاد في القبلة قبلة قبله تيام كور هرت القبلة دي حسني مركز القبلة دي قراته كدبنا تيام الله إما أوقب قبيس بركة تاسنا وحشرط بوشه وأن يكون التيمم وإن أوياهي تيممك بعد دخول الوقت وقتك صلاة مركز صغري كدب تيامك ما جب جب يسنكرتي صلاة ده وقت جري سوق إنه ويسد وكد ويا ويسد واسكسي ويسنكرتا ويسقر عشان تصلاة كوا تكنكرتا لكن تيامك مركي وقت جي صلاة اللي جارو أياد بيه بيا ما هي استعلاء ده ما هي ما هيو هذا بيجب جب يسو لكن يدو وقت جي صلاة بل جارين بيلو إلهي بيا بكو كأنا مركي وقت جي صلاة ده يماندو لما سي جب جب يسني لما gabagabaysay ilaa waqtigii salaaddu inaad dad markaa sii gabagabaysato doonaysay inaad sunayaali imi ka tukato kaasi dee dhib ma laha oo tayam waxaad u gabagabaysatay sunahan aad imi ka tukanaysaad u gabagabaysatay laakiin faralka aan waqtigiisu soo gelin waqtigiisuan soo gelin u gabagabaysan maysid wa an yatayamama likulli fardin ka u dambeeya wax weeye faral kastaba waa inuu tayamum u gaara ula yimaado usawnaga nidi marka waqti soo galun baabad gabagabaysanaysa miyaanay tani tii hore uun ka dheelanayn maya waxaa dhici karta inuu qofku labadii salaadood jamcinayo oo duhur iyo casar uu wada tukanayo mar marka waqtigii duhurku markuu soo galay hal tayamum intuu la yimaado miyuu duhur iyo casar ba israacinaya maya baali haduu safar ku jiro salaadii jamcinayo markuu tayamumo waxaa la doonayaa duhurkii buu ku tukan haddana mar labaad buu tayamumiyo markaasuu casarkii ku tukan ee tayamum keliya labadii salaadood uu israacinayey ee faralka ahaa ku wada tukan maayo
hadduu salaad walba waqtigeeda tukanayna ta taasi hadalba maraho mid walba wuxuu tayamum aya marka waqtigeedii la gaaro waan ya tayamum marka ilaadaba waa inuu tayamumo shardi kore waan ya kuuna tayamum tayamum ku inuu yahay bacda dukhulil waqti markii waqtigu soo galay waan ya tayamum waa inuu tayamumana sidoo kale li kulli fardin faral wal fasl فروض التيمم خمسة الأول نقل التراب الثاني النية الثالث مسح الوجه الرابع مسح اليدين إلى المرفقين الخامس الترتيب بين المسحتين فروض التيمم خمسة تيمم كأركان تيسواشا نقل التراب عيدين لسو قوريو ووجهي لكينو أما قامه هي لجيء بركة لو شيء سنة، كم حال الديدا يسون عروش عقني، عيدي بس كذا ضعطه يوتشي جا، ده كم مسيح كرت، يدو وتشي دور صار، وحال الدنيا عيدا ده يوتشي جيسين هاتكم مسح، عيدا ده يو قامها جيسي، إن هاتكم مسح، الثاني النية، كلا بعضنا والنية دي وين تيمم كني يسوع، هذا ده يقول قلبي أجيب إسكام قي هالو عن تيمم بني ينو مس مسح حلو. تتاسكون قرن ميسو تيامم كون قرن ميسو الثالث مسح الوجه ركنك صدحاتنا وإن وجهي لما صحو حتى بوجهي مركا لما صحي وجميع الوجه وي ووجهي ورد ميسترا صدا ماها تأصدا تريم حد مساحا قيب كميدو بعض إلا فريوات غادي ينكر ففقي صلاة صبو باطل ليدت لنبا ميشا هرايو آن قعنتم مرين صوما وحوي وإن أدوتشي استيعاب كصمي سويتشي قرن وإن أدو مصحه وتشي قرن وإن أدو مصحه إنتي عينو نري إنتي عينو نري بيها ولا جارسينا يا وتشي عينو حد كيس صومرني سمن صلاة كأنو صومرني قرن بال الدنيا يا تيم ممكنة إن أدجارسيس كلي واحد لقى سامح يا تيمها عن خفيف كأه جده هذا عيد الجيل اللي قرن ما يتعصب ولا كتهيب لكن سيدا كاله وجهي يوردن بال دون يا فهم سحوب وجوهكم تو وجهي يوردن ما يستروي وجهي يوردن ان مسح ذا لدون الرابع كافراد مسح اليدين لبدي غعمود ايغنا ان لما صحو الى المرفقين الى لبد حصل لبدي غعمود ايغنا وا ان لما صحو الى لبد حصل قابك دونته ومسح كاد سو قادم دول بعيديدي هدي أدمر كاسدا وما صحدو، سدا هذا دوج ما صحدو، وعيدي أي شيء شرتو، ودلا حسول كجاردو، ودنا سور ركتو، وسدا هذا نوصل ما صحدو، وتصول كنا صول كسدا وضرب صارتو، وتكلنا قاب كاسو كلا وما صحدو، واسدا وقف في عم بيرهضانه قفكي آن وباهنينين لبضر بضاد وحكبضن، لكن هذا دوج وحوي أنت ضربت وسوق عضو عطن ما صحدو، ودين تنور تما صحدو. وعيدي كارن ما تقدرني كلا سوق عضو وأقدر أكون مسحضو وأذكر بينه سوق عضو عادي صدق كلا تنا واسع سوق كلا لو أظن باب عنا ده يجوا مركي عضو كله فطيبة سوق عطيبة ويكون مسح منه واجبكي وكرعي لكن واحد في عن يجوا اللي فتود بيه هذا نحن ناس كسي مسح فرح اللي حدود تخليلكي يدنا الدول الدوني يايو اللي كعمه هنا لو أظن مسح على الدوني كعمه يجوا اللي فتود هنا لو أظن مسحه يا لو دمك هذه بارك وأنا وقارن فرح دحدود يجنا والله مصحي والله مصحي هذه لكن ما كنت كل فنيت فرح كان فوقي سين وبارك وقارن وعادي ويكون في لندا مسح اليدين إلى المرفقين إن لما صح مرك على بدي قعمات إلى حصول هذا إن لو هذا مصحي أنت ويسد بقى لما يري إن لو هذا مصحو ويان ركنجي أفراد الخامس ركن الشناط الترتيب بين المسحتين وإن لكرات الرئيسي سيدا يلوش يعني لو كله الرئيسي الله بده مسح هذا وبحاله الرئيسي ريا وش قال الرئيسي مركز وش قال مسح هذا كذب أياد قعمه أنا مسح هيس الله بده قعمه مركز واسكو هل حبينه من أدمدك تور الرئيسي صافي عن لكن أدمدك تور الرئيسي يسو دم ملاها فصل مبطلات التيمم ثلاثة تيمم كي يجب جبيسي وحبريا صدح وي كو ما أبطل الوضوء وحلا وحي ويسد شبين شري ده تيمم كنا وشبينية لبا والردة
qofkiyo diinta ka baxay waliyadu billaah oo ridooba haduu mutayammim aha ridadu diintii oo diintii uu ka baxay weeyaan de tayammumkiina uu ka jabayo uu ka buriyo wa tawahumul maa'i biyo inuu isboodsiyo inuu in maartii wax weyn ay jiraan in tayammama haduu aha mid u gabagabeystay li faqdihi biyala'aan haduu lawanagayna sababuhu waa saddex hadii ma aragtay wax weeyaan gabagabaysiga uu gabagabaysanay ay ahayd biyala'aan oo tan kale haraadkuna ay soo galeyso duu sila biyo kale aad ka maarmaysaa helaysa way soo galeysa iyadu qofkii biyala'aan u gabagabaysanay haduu isiraa malaha halkaa biyo jira maskaxdu ay kaga soo dhacdo meel shimbir iyo waxbu arkay ama qolo socoto arkay markaasuu isiraa malaha biyo iyay hayaan mar hadday maskaxdaadii ku soo dhacday malaha biyo jira tayammumkii uu ka buri maxaa yeelay shardigiisii biyo la'aanta ahaa ayaa jabay oo inay biyo jiraan baa suuragalaba tiri marka tayammumkii wuu ku burayaa sidaa iyadana waa haddii aanu qofku salaad ku jirin duu salaadii ku jiro salaadii duhur isagoo ku jira uu isiraa malaha biyaa jira ama xataa haddii uu helaba baa la yidhi waxba taasi kaga buri maayo faslun alladii yatuhuru kataahirooba ee min annajaasaati najaasaadka ka mid ihi thalaathatun saddex weyn najaasaadkii way nagii lahayn waxaynu kala saarnay najis iyo mutanajis yaa inoo kala saaray yaana kala xasuusinay najis iyo mutanajis yaa haashe haye ha najis waa wixii najaasada ah laftiisi mutanajisna waa wixii najaasadu martay marka maanta wuxuu ka hadlayaa najisul caynki wixii sidiisi najaasta u ahaa madaahiroobi kara waxna waynu ka soo sheegnay ku soo aragnay halkan wuxuu yidhi saddex najaasaadka ka mid a ayaa daahir isu bedeli kara kow alkhamru khamrigiyo nijaas ah daahir wuu isu bedeli karaa waa goorma idaa takhallalat binafsihaa markuu khaloobo khal hadduu noqdo waagii hore imikama aqaansay dee khalka u sameeyaan khalka marka la sameynaya khalku de waa kan dhanaan ay aragteen cuntada lagu daro soomaalina khal un baa laydhaha waan filay khalkaasi waxaa laga sameyn jiray canabka miidkiis marka la toojiyo canabka miida laga saaro yaa la dhigi jiray markii la dhigo khamri buu isu bedelaya markuu khamri isu bedelo ayuu haddana isa sii bedelaya markuu haddana xoogaa sii yaallo muxuu sii noqonayaa khal buu marka dambe noqonaya marka markii hore muxuu ahaa miid ama casiir casiir buu ahaa markanuu casiirka ahaa dee sharaab buu ahaayo cabitaan buu ahaayo xalaal buu ahaayo daahir buu ahaa markuu waxoogaa yaallay uu adkaado wuu isbedelayo wax lagu sikhraamu noqday khamri buu noqday muxuu isu bedelay markaa nijaas buu noqday markuu khamriga noqday nijaas buu noqday waa la sii daayo haddana waa la iska yardaayo waxoogaa buu sii yaallay wuu isbedelo khal buu noqday markuu khal noqdo hadda waxaa ma sikhraaminayo waa dhanaan una wuxuunbaa lagu dhanaashan waa lagu dhanaanaysanayaa uun wuxuu markaa noqday xalaalna wuu noqday daahirna wuu noqdo daahir buu isu bedelay alkhamru idaa takhallalat waa adiga arkaya takhallalat khamrigu waa mu'annath af carabiga sidii wax dhidig oo kale ayaa loola dhaqmaya laakiin af soomaaliga de khamriga baynu leenahayo waa mudakar marka khamrigu markay khal noqoto dee odhan mayno af soomaali jaban buu noqonay af carabiga iyo af soomaaliga iskuma fadhiisi karaysid af waliba wadadiisu haysanaya waanay badan yihiin kelmadaha noocaas dhulkaa ka mida af carabigii alardu waa maxay waa dhidig waa mu'annath waa eri dhidig dabeetana idaa zulzilat alardu zilzaalaha haadani maxay sheegaysa waa dhulka idaa zulzilat alardu marka dee waa inaad sidaa u kala ilaaliso erey af soomaaliga sidii erey lab ahaan loo isticmaalo iyo carabigiina dhidig ahaan loo isticmaalo erey af carabiga lab ahaan loo isticmaalana macnihiisa ama ereyga lab u dhigmee soomaaligii inuu maaragtay waxa weeyaan dhidig ahaan uu noqdo yaa dhici karta assamaau samadi assamaau cirka markaynu leenahay inagu cirka de waa lab sawma samaduna waaba dhidigoo maana eeg iyo hataa af soomaaliga laftiisi iyagoo labadii ay isku macno yihiin
لكن كنت عربي وينو كاكين السماء أفعربي مؤنثم عركنا وادي أركي يوم ذكر وهكذا مركا ساسي مركا خمرقنا أي كم يتاي هو مؤنث أفعربي وجلد الميتة بختي هرقيسي أيا إسنا طاهر نقضة إذا دبغ هدي لما قديو دبغي لغو سمعي دبغي هو محي وإن وحي إنت لغا شقيه لغا سارو مركا وحي وكقر منها وإنت لغا شقيه باكا سوى لغا شقيه وحيار بضم بلغا شقيه كرا كدي بنا أو مركا يسوب بدلو مركا وإمكا هرق سوق عدو عن لغا شقيه أود بيه كده حرده وقر ميا لكن مركا لما قديو لغا شقيه لنظيفيه ما دوينك waxa weey dibaaq loogu talagalay lagu sameeyo si kasto oo biyo loogu dhaxdaayo ma qurmayo wuxuu noqonayaa un maro oo kale maraha dad biyo ku deeyso biyo qurmi tema qurmayso saaso kaloo noqonaya marka haragu marka la magdiyo waxa yiraahdaan wuxuu ka baxay taghayra min tab'i al-luhumi ila tab'i thiyab uu iska bedelay qaabkii hilibka marka hore hilib oo kaloo iska aaday maartii harag oo hilibkii dad biyo ku dhaxdeeyso oo qurmaya haraguna saasu ah marka la magdiyo laga shaqeeyo sidii maryaha kaloo iska noqonayaayo si kasto biyo loogu dhaxdaayo ma qurmayo oo waxba noqon maayo marka marka sidaa laga dhigo ayuu wuxuu noqonayaa daahir buu noqonayaa waxa marka daahiroobaya waa haraga laftiisa la soco timaha maaha dhogorta dhogorti miyuu noogu daray noogu mu daray dhogortu markaa waa nijaasteed waa in de wax weeyaan waxay noqonaysa haddii ku dulto kanaysa haragi dhinaci dhogorta lahaa ma hay dhinaca kalaad u dhiganaysa taa dhinaci dhogorta lahaa u dhigato in nijaasa ku dulto kanaya yaad noqonaysa wajildul maytati haragi markaa baqti ama baqti haragiisi idaa dubiga hadii la magdiyo oo dabqi lagu sameeyo saw laba halka kuma haysatid كصدحات وما صار حيوانا وحين ليس بدلا بختي بابو هايو تنجاس بوها وحي يسو بدلا يقول نولا اما الدرحيبو يسو بدلا اما واحكالو يسو بدلا وحي واحد نول بو نقض كل هدو نولا نقضي محو نقضي لو انك يهرو صمرنا محي نولوها اوضا ميوا محي وحي نولوضا ميوا محي وطاهر مركا لقر ريبو صدح خنزيرك ايو يا أيجا إيو إيو وحي الله بذا سمي دهاني أورنالو حيوان كلا كنالو صدق ناس أيوم با وحنا لون نجاسة كير نالو أورن برام برادي كورما برام برادا طاير ميسو ماله كام قلص كاري جيسن وياي مركا نجاس ما أي يوم با نجاسة يضافار كا يلا بس وحي ملك كلا مركا وحي حيوان سب الدنيا مركا دو حيوان متنجس ونقان كرا دو نجاسة صادح مرو sidii maran nijaasi martay oo kale uu noqon karaya laakiin isagu ayntiisu nijaas ma noqonay fasl an najasatu thalath najasatku yala nijasatay wasadah mughalladatun midla adkayi wa mukhaffafatun midla fududayi wa mutawassitatun midla badaw dhaysa al mughalladatu thalathkayi najasatu al kalbi wal khinziri أيجي ضفار كي نجاسة دوي وفرعي أحدهما يلا بضم مد أهاني وحي أول ما ركتي دلو أو حيوان كلا كدلو نجاسة دي كتي معطى ومغلظ وتعضق والمخففة نجاسة دي الخفيفية بول الصبي إنان كيرا كاد دي سوي الذي لم يطعم أي آن عنين غير اللبني عن مو يعني وح كلا عن مركا وحوي عن قوضن ولم يبلغ الحولين لبشرنا عن جارين إن كيرا إن لبشر جارين عن مو يعني وح كلا عن قوضن ككاديديسو ومخفف وارن صامر والمتوسطة تدحدحاتك سائر النجاسات وعلى وحي صهريوي وقد لبضع كالاقراته تقلف سن اما اذك وك ايه يضوفارك يفرعيقود اما ايه يسكن لان هذا الوقت وحيسكن لان بده يعدعه اما وحي حوالك لك لان
إنك أي جوا كلام هو حكنا له تعوض مرك أي يد تعوض يوحي على إسكندر لين هل كانوا سوقي فرع جالس سوقي ويا صدح راسي ومغلظتي وحي خي ماذا هدو أي كقرينو إلهي كم رجع هل كانوا كقرني محل الدنيا تتضمن شهر بعض ما يري وري بريعيته نبر كيمر خلنا نضيفنا يوم بالا راعينا يا يدونا دون عيدين تيو هي كلام با لقيت دم مرناي كيسا سال الله طاهرين إن طوفار كنا وعلمت فرع عوداسنا وعلمت مخففاتنا وعلمي إن كي يرى إن كي لب وإن كي إن تيم سو جريس إن كي كاديدي سوء يعني سكر نجاسات كي سكر ما تجي صحراء دي وعاسم سو جليا كاديديس isagoo waliba qoodanin waxaan aan ahayn laba jirna aan gaarin ka kaadidiisuna waa mukhaffaf wa khafif sabto wa kaan lahayn biyaha umba la wada gaarsiinay wal mutawassatuna sayru najasat wixii inta ka soo harayna waa dhaxdhaxa mid walba sida looga shaqeynayna horana waa u soo shaarnay halkana shaqo ku shaqo fasalun al mughalladatu najasada la adkeeyay waa tan soo sheegnay tadhuru waxay ku daahiroobi bi sab'i ghasalatin تضرب ما يري تضرب شعر لما يرو تضرب راسي بعد إزالة عينها ومركي عين تهذا للزولي أو تي عين تلوزولي هل غسلين وكسر قاضي نهارين وصامر نيسا وما واد ما يدي ولي وحي أرئي وحبي لهذا هاي واد كعير نيسا واد كعير نيسا مركي أرتي وحي ماشي عي كبعان ما الله يلي هل غسل الله يلي هل ما يري بالله يلي لحذي كلاكو دمان بعد إزالة عينها وكل مركي عين تهذا للزولي إحداهن بتراب تضبضا متكمده وإن عيد وضطو وبيه إنت عيد لغو ولاغي لغو ما يري أما إنت ماشي عيد سيدا لأمري بيه إنا مركي هذا فاعي والمخففة تفضيت كخفيفية فضض وتتاسي وتي المها يري صبي آهي تطهر يد وحي كطاهروبي برش الماء عليها إن بيها الله الرشايو مع الغلبة يدو بيها سكادي دي كبضان أيام وإزالة عينها عين تهدين أي زولين يانا ماشي أرئي وحكوها رياني جر بركلا لها الرشايو معنى هيدو ماها صداعون ده يتنوى دانتا وحل دون يا بيو هرتين اي كادي دي وده قاران يحضي ميلا قاران تساتر هذاون meela ay gaaran meela ay ku dhacaan bii meela aanay ku dhicin day marka meelaha qaar kood ba kaadin iska fadhidaayo aan waxba taabanin marka biyihi waa la wada gaarsiin waliba biyahaasi de kaadidi waa inay ka bataan si ay meesha wax daahiriyan baa la doonayaa haday kaadidu ka badan tahay de mo daahirin karaya waa in ur iyo midab iyo wax marka la arkayaa aanay jirin oo kaadidi meesha ay ku sameysay oo demar ka saasi waa maayir bay noqonaysaa maayirigii maxay kala duwanaan rushayntu maayirigii rushayntu waxay kala duwanaan oo kaliya maxay maayirigii waxa qasabay la yiri inay biyuhu ka yaacan meesha dul cararaan oo ka dareeraan laakiin marka la leeyahay ku rushay biyuhu baad meesha ku badanaysa laakiin inuu aday aday hata maradii sida ku wada liqdo biyihi oo aanay waxba ka daadanin waa caadi wal mutawassitatu tii dhaxdhaxaadka ahay تنقسم وحي أكرا قيب سميسا إلى قسمين لبا قيبون عينية وحكمية نجاسة عينية إيو نجاسة حكمية كلا إلالي نجس العين نواد هيستي إيو متنجس نجس العين مركا وحبين وشين ما أنتنا وحلق برا يا نجاسة عينية إيو نجاسة حكمية هو شو رأيك دوانت؟ نجاسة عينية نجاسة حكومية وحكوت على لقان لبضبة متنجسكي هل كان لبضني؟ وحكوت على لقان معي متنجسكي بكوت على لقان وحين نجاسة مرتين العينية نجاسة عيني جيه التي لها لون وريح وطعم ووجب معنى أوين وكذا التي لها لون وتمشي مضب كوسا ميسي والريح أو الريح أما أرك سميسي وطعم أو طعم أما ندن كي وحكي بدي شي
فلا بد وحل لقى مارمانا من إزالة لونها مضب كأي كانتي وإن الزولية مركل ماشي لما يريو والريحها أرتي أي سميسين وإن الزولية وطعمها ردن كأي سميسين يسجن وإن الزولية نجاسة عينك إيه وترد ماشي كاكتكتي تماشي راد كو سميسي يا وحل أرنا يا وان نجاسة عينية أما إيادي بابا نحفر لذا ماشي أما راد باي كو سميسي أما إيادي بابا مرسنبا والله أركيا يوان نجاسة عينية أما إيادي كمارنا باقنا ماشي وحلقة ماركا إيادي لما أركيا لكن ويكا أوريسا أما ميضا باي كو سميسي أما هديد وحل رمينا يا وحا ردنكي إيادي كموقتا مركا وحلولينا وحا سوامحي ونجاسة عيني نجاسة عيني نجاسة عيني مركا سيدين لو ظاهريا وحا لو ظاهريا إن لزوليو رادكي حتى إيادي ماشا مرساند وإن إيادي ماشا لغا نظيفيو لغا قاو أور حتى يكوسا ما يسا وإن أورتي لغا ترو ميضب حتى يكوسا ما يسا وإن ميضب كي لغا ترو dadan ka haday wax ka bedeshay waa in isagana laga baabiyo marka iyo wixii taahiroobay waxaan hore u soo aragnay haduu adkaado midabka suulintiisi oo ka shaqeysay laakiin u tagi waay ama urti ayaa meshii wadnadii laakiin dal wax ka sii uraya waa laga saamaxay haday urti adkaatay suulinteedu ama midabki labada mid ahaanay haduu adkaado waa laga saamaxay laakiin waa in aanay labada israacin midabkiina uu muuqdaa urtiina way jirtaa ka shaqeeyba lagu leeyahay meeshaas tii labadii mid soo haro ayaa laga saamaxay dadankii haduu jirana iyada marnaba laga saamaxay dadanka waa inaad meesha ka tirteed ka suulisa wal hukmiyatu najasada hukmigi allati la launa wala riha wala ta'ma laha التي لا لون واتي عن مذب ولا ريحة يأرتونا يولا طعم ردن تونا لها عن لهاي واتي عن مذب ماشي كسمين أرآن كسمين ردن كينا عن وحبك بدلين مركواسي دي تكاذي بحالك كامرتي ماشي ويسكي انجكتي haddad ursato waxba ka wari maaya haddad eegto waxba ka arki maysid hadii arabka la taabsiyo waxba marka dhadhan lagama helayo marka in arabka taabsiyo ay ku banaanaanaysa kala dad meeshii najaasa ka ogtahay deema ilaad u malayso inaad ka suurso marka aad nadiifiso baad meeshii dhaman kartaa laakiin adigu midna isugu baad meeshii arabka taabsiisay waxba way kaaga dhadhami waayo marka saas xasuutayna meeshii najaasa ahay dhadhanna male urna male midabna male meeshii marka waa iska daahir miyaa la oranaya ماشي هو اسكا ظاهر مجرد حال دونيا إلا طاهريو بس هلو طاهرينيا يكفيك جري الماء عليها وحكو غفرا إنا يبيوه دول عراران ايق مركا جري با ماشي مركا شردي إنا يبيوه أردان ماشي هو إنا دول إردي بيه إنا يبيوه دول عراران وآي صدا ومران أياكو غفرا way wax la suulinaya ma jiro deerad meeshii laga suulinaya ma jiro marka inay biyo dul maraan hal mar yaa kugu filan inaad saddex ka dhigtaana saddex jeerna biyo dul marisaana way fiican tahay oo sunnay noqonays faslun aqallu al-hayd yawmun wa layla kitab tahara bi sidamaana bab tahara marka babti taharada iyaynu si dhamaynayna waxa halkan sunnay qurxiba wallahu ta'ala oo kaga waramaya digi dumarka iki caadada iyo kii dhalmadaba laha calaamadaha lagu ama wax weey xuduuda uu leeyahay lagu soo cayo oo dumarku dhiga ay arkaan waa saddex qaybood dhiga caadada iyo dhiga dhalmada iyo dhig cudura oo xanuun daraadi ku yimaada waa dabar furanka kala yiraahdo marka de dhigi caadada iyo dhigi dhalmadu way kala baxsan yihiin oo iyagu isku ma qaldamayaan kan dhalmadu de waa markii ay umusho ka dib un buu imanayay
dhigi caadada markaa isku ma khaldamayaan laakiin waxa isku khaldami karaya dhabar furankii iyo dhigi caadada sidee loo kala garanay ama dhigi dhalmada laftiisa iyo dhabar furankii digowdi dhigi bay istaagi waan goorma waxaan waa dhabar furan la oranaya goorma la oranaya markaa wax weyn ma aha arintaas si loo garto ayay culimadu waxay sameeyeen waxay xadeeyeen dhigi caadada ay xuduud u sameeyeen kii dhalmadana waxay u sameeyeen xuduud wixii xuduud ka baxay muxuu noqonayaa dhabar furan buu noqonay oo ahkaamtii dhiga dhabar furanka ayuu qaadanaya marka waa dhig marka xanuun ku yimid buu noqonayaa kan marka la xukun noqon maayo wuxuu yidhi aqallu alhayd dhiga caadada inta ugu yari yawmun wa laylatun wa habeen iyo maalin habeen iyo maalin maxaa loo jeedaa wa afar iyo labaatan saacadood afar iyo labaatan saacadood marka yacni dhiig intaa ka yari ma jiro hadday gabadhu dhiig heshay deetana uu waxoogaa ka socday toban saacadood maalan deetana iska go-ayba oonu dib ugu soo noqonin miyaynu odhanaynaa dhiiggaasi dhiiggii caadadu ahaa oo axkaamtii dhiigga caadada miyaynu siinaynaa waa maya mar haddaanu afar iyo labaatan saacadood gaadhin maxaynu odhanaynaa dhabar furan buu ahaa ama demu fasaad sida fuqahadu u yaqaanaa waa inuu afar iyo labaatan saacadood gaaro afar iyo labaatanka saacadood malihiin dhiiggu ha yaaco ha ordo hadday saas tahay waa wii dhiig bixi lahayd oo dhiigba kuma hadhay waxaa loo jeedaa afar iyo labaatan saacadood waa inuu dhiiggu jiray oo hadday meeshii eegto ama cudbi ama wax ku tijaabiso dee waxbay arkayso dhiiggii raadkiisii yaa muuqday oo jiray weeyaane yaan loo fahmin afar iyo labaatankan saacadood in la leeyahay dhiiggu waa inuu dareerayay uu soconayay sidii biyaha maaha waa inuu dhiiggu jiray afar iyo labaatankaa saacadood khasab ma aha inay isku xigxigaan inay isku xigxigaan khasab ma aha inta dhiiggu jiray waa inuu afar iyo labaatan saacadood marka maalan toban saacadood bay dhiigga heshay kadibna way eegto waxba way weyday dabcan salaadii iska tukayn odhanayna tii ku dhaaftayna qallee eed markii hore dhiigga moodaysad caadada moodaysa aad ka tagtayna qallee baynu le laakiin kolkii haddana afar saacadood si joogtay oo kale ayuunba haddana dhiiggii aragtay markii horena toban saacadood bay aragtay afar saacadood bay nadiif ahay haddana dhiig bay heshay kolka haddana dhiiggii waxoogaa buu socday toban saacadood oo kale maalan socday haddana wuu istaagay way weyday dhiiggii tobankan iyo tobankii hore waynu isugu daraynaa maxay noqonayaan labaatan waxaynu leenay weli waxaagu inuu dhiiggii caadada yahay ma cadda salaada tuku tobankii saacadood iminka lasoo dhaafay salaadihii ku dhaafayna qalle kolkii haddana maalan maalin dhanba sidaa iskaga joogtay nadiifta ahayd iyuu haddana dhiig yimid markaasuu toban saacadoodoo kala socday ku dar intii hore soddon waxau leedahay waxa caddaatay markii afar iyo labaatan gaadhaba afarta saacadoo horeeya kale arki qaadato ayaa waxa leedahay waxa caddaatay wixii oo dhammi inuu ahaa dhiiggii caadada inuu ahaa waa caddaatay marka intanan isku dardaraynaa ilaah halkii ku joogsanayaa shan iyo toban maalmood gudahood shan iyo toban maalmood gudahood ayaa wax laysugu dardari hadday shan iyo toban maalmood maalmuhu dhaafaan maalin walba saacad unbay dhiig arkaysa maalin walba saacad maalin walba saacad afar iyo labaatankii markaa intay ku buuxsamayaan afar iyo labaatan maalmood bay ku buuxsamayaan sabab maaha waa dhabar furan baynu odhanayna afar iyo labaatanka saacadood waa inay ku buuxsamaan inta u dhaxaysa shan iyo toban maalmood gudahood waa inay ku buuxsamaan ama wax kaya laakiin haddii shan iyo tobankii maalmood ay la dhaafto waxaynu leenahay dhiig caado waa kana wuxuu inayii wuu noo iman doonaay waxa weeye xad kalaa soo xidhayo iminkani waa xadkii ugu yaraa xadka ugu badan baynu haddana soo xidhi doonaa markaynu kaana soo xidhno iyaynu odhanayna waa inaanu halkaana dhaafin halkaana xaggaa yaanu u dhaafin xaggana yaanu xaggaa u dhaafin labadaasaa markaa laysugu qabanaya wuxuu yidhi haddaba aqallu lxaydi dhiigga caadada inta ugu yari yowmun wa laylatun waa habeen iyo maalin wa haalibuhu inta badane haalibku waxa weeyaan yacni waa caada ahaan siday dumarku u helaan inta badanee dumarku ay arkaan situn aw sabcun
ama waa lix maalmood ama waa toddoba maalmood bay dumarku sidooda badani ay markaa dhiigga arkaan weyn wa aktharu ta ugu badan ee inta ugu badan dhiig ka socon kara 15 yawman wa 15 maalmood bilayaaliha oo maca habeenadeedi ku jira marka halka wa qaalibuhu inoo soo dhexgelay wa qaalibuhu situn aw sab'un iyada waxba xukun inagama xibna waxa lagu sheegayaa in waaqaca ka jira dumarka xagooda iyun baa lagu sheegayaa waaqaca inta badan waxay u badan yihiin dumarku mid lix cisho dhiig heshana way waxa weeyaan way ku badan tahay mid toddoba cisho dhiig heshana way ku badan tahay cidda sidaa khilaafsana inta badan way yar tahay laakiin tu maalin qura dhiig helaysaa jiraysa tu 15 maalmood dhiiggu uu ka soconayaana way jiraysaa 15 wixii ka badani waa dhabar furana noqon maayo dhiiggii caada noqon maayo marka idan waad xadaysay dhiiggii caadada xadkiisii wuu ku xirmay halkaana maalin iyo habeen kama yaraan karo xagga badnidana 15 maalmood ma dhaafi karo aqallu tuhri bayna alhaydatayn arrin kale inuu baahanahay أقل الطهر بين الحيضتين طهره وانت أي نظيفة تاي طاهر كتاي وقت تيغا أغير قبضو أي طاهر نقون كرتو لبدي يقدح دود حيضات وهل كي ديك بحيضة الورنية مركا لبدي يقدح دود مدد أي طاهر نقون كرتو أغيري 15 يوما وعشان يتوان مع الموت وطنا محاينا كحلا تنا أريكا لو مهيما كحلا هذي قبضي مثلا dhiiggii bay heshay 24 saacadood buu socday 24 markuu dhamaystay maxaynu xukunay waa dhiig caadi uu ka go'ayba markuu ka go'ay waxay nadiif ahayd 5 maalmood kadib uu haddana dhiig ka yimid isaguna 24 saacadood buu socday ma waxaynu oranaynaa dhiiggani waa dhiig cusub waa caado cusub miyaynu oranaynaa mise caadadii horuu ka tirsan yahay ilaa axkaam baa ku xiran waxaan waxa la oranayaa in mise maalmood baa u dhaxaysay maxaynu nidhi shan cisho dee shan cisho tuhri ma noqdaa la leeyahay laba dhiig tuhriga u dhaxeeya shan cisho ma noqdee dhiiggan cusub ee imika yimid muxuu ka tirsan yahay uun dhiiggii horuu buu ku tirsan yahay xayid cusub maaha baa la oranayaa أقل الطهري طهري أقول يري بين الحيضتين اللي بحيضة ودحين كرا 15 يوما وعشان يتوان مع الموت وغالبه انت بضان دمركو انت طاهر أهادان 24 يوما اللي مركي أو 23 يوما أما صدحي الله تنم أفري الله بعطا تي انت بضان لح مع الموت لي جهري سيدي أفري الله تبعي طاهر أهانيسا انت بضان دمركو صدن مع الموت ومباي أي عادو وطهيو lix ama toddobana dhiigu jiro inta kalena ay daahir tahay marka tii lix maalmood helaysay dhiigu 24 daahir bay noqonaysaa tii toddoba maalmood helaysayna 23 bay daahir noqonaysaa saasay u badan yihiin laakiin taa mid waliba bil u gaaray leedahay qaar bay bisheedu 25 cisho u tahay qaar baa laga yaabaa bisheedu inay 22 tahay marka waa in la fahmo dumarku bila iyagu u gaara bay leeyihiin mid waliba bil bay leedahay oo say bil u leedahay waxaynu isku daraynaa caadadeedu inta dhiiggeedu iyo duurigeedu iyo qaar baa laga yaabaa 15 inay daahir noqoto 27 dhiiggu ka socdo isugu dar marka 22 kastaba iyadu waa u sidaa marka bisheedu waa imisa oranayna bisheedu waa 22 gabadha bisheedu waa 22 baa la oranay mid baa laga yaabaa inay 25 u tahayo 22 ay daahir tahay 24 dhiiggu ka socdo taana bisheedu waa imisa la oran 25 laakiin sida badan dumarka bishoodu waa 30 cisho deetana lix ama toddoba ayaa dhiiga inta soo hadhayna waa daahir waa waxa weeye waa tuhri walaa hadda li aktharihi buu tuhriga laba xayid u dhaxaynaya halkeen u dhaafi karin meel aan u dhaafi karin maba jirta buu waxa laga yaabaa sanad inuu u dhaxeeyo mararka qaarkood ama wax ka badan ayaa u dhaxeeyaan labadii xayid ama labadii dhiig marka xagga marka waxa weeyaan tuhrigu intee ugu badan oo tuhrigu aanu dhaafi karin xad aanu dhaafi karin maba jirta baali aqallu nifaas dhiiggii dhalmada inuu hadda gelayna aqallu nifaasi nifaaska ama dhiigga dhalmada inta ugu yari majjatun wax ugu yar majjad waa wax la tufo wixii mar la tufo majjal la yiraahdo laakiin waxa loo jeedaa uun yacni wax uu dhiigga ho yimaada wax ugu yaree dhiigga hadduu ka yimaado gabadhii markay umusho haddii dhiigba ka yimaada haba yaraade
wuxuu noqonayaa dhiiggi nifaas ku noqonaya wa gaalibuhu inta badan dumarku inta u dhiiggaasi ka socdaa 40 yooman wa 40 maalmood wa aktharu halka aanu dhaafiba karini 60 yooman wa 60 maalmoodo haduu dhaafo u dhabar furan noqonayo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam